السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب في أول أيام الأسبوع. 10 ملايين مشاهد على لبرنامج الملعب على قناة البرنامج في اليوتيوب، وصلنا لهذا الرقم بالتأكيد نعتز به كثيرا ونفتخر به كثيرا. نعتز لأن ذلك يعني أننا مصدر الثقة، ويقال وأؤمن كثيرا بهذه المقولة أن الثقة خير من المحبة أحيانا، وثقة الناس بك خير من محبتهم لك، لأن الثقة منبعها من العقل، أما المحبة فهي من القلب، وشتان بالتأكيد بينهما. شكرا لثقتكم. إلى العناوين. عشرة ملايين مشاهد لبرنامج الملعب على اليوتيوب. ترقب لأهم اجتماع للجمعية العمومية لإقرار النظام الأساسي غدا. الفيفا، الجمعية العمومية غير قانونية. منتخب الشباب يبدأ مهمته غدا في الإمارات. الأهلي يتمسك بحقه في مشاركة بصاص، والمولد ينضم. ماذا قالت الجماهير النصراوية بعد الشعلة؟ يدو بضر والنور تتألق في آسيا وتتصدر المجموعات. خطاب الاتحاد الآسيوي يؤكد عدم إيقاف مراسل الرياضية. هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، رئيس تحرير صحيفة الجماهير الإلكترونية زميل توفيق الخليفة. مساء الخير أبو نايف، أهلا وسهلا فيك. أمسي عليك بالخير أخوي عادل وعلى مشاهدينا الكرام، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. أنت طيب إن شاء الله. من مكة نرحب بضيفنا الآخر، اللاعب السابق الوحداوي المعروف الكابتن عبد الله خوغير. مساء الخير كابتن. مساء النور، ارحب بك وارحب بضيفك الكريم وبرحب بالاخوه المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وطيب. مره اخرى نشكر مشاهدينا الكرام على الثقه التي منحونا اياها. برنامج الملعب على اليوتيوب يصل مشاهدي الى 10 ملايين او اكثر من 10 ملايين مشاهد منذ ان تم انشاء القناه في منتصف 2011. بالتأكيد نقدم الشكر لكم على هذه الثقة، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر دائما في المكان الذي ترغبون أن تشاهدونا فيه. شكرا لزملائنا الذين يقفون على هذا الموقع، زميل علي القرني وهو المشرف على مواقع التواصل، وكذلك زميل عبد العزيز الدوسي وهو يعني أحد عمالقة اليوتيوب، معروف جدا في عالم اليوتيوب، بالتأكيد هو المشرف على موقع اليوتيوب، هو الذي يقوم بتحميل الحلقة. ربما بالتأكيد تجدنا يعني تصلنا كثير من الإشادات، على اعتبار وإحنا على الهواء الآن تبدأ فقرات البرنامج تنزل تباعا، ولا يكاد ينتهي البرنامج بعد بساعة أو أقل أو أكثر ربما، إلا ويكون كامل حلقة تكون على موقع البرنامج على اليوتيوب، ومتابعين عبر التويتر والفيسبوك يعرفون ذلك جيدا. تم إضافة خدمة البث المباشر عبر الموقع القناة، باستطاعتكم متابعة البرنامج عبر موقع اليوتيوب، بث مباشر للقناة 24 ساعة طبعا، لكن بالتأكيد كانت الخدمة أولا لوقت البرنامج، ثم تم بعد ذلك البث الكامل للقناة عبر موقع البرنامج على اليوتيوب. يعني رقم بالتأكيد نعتز فيه ونفتخر فيه، ونتمنى إن شاء الله أن نكون دائما عند حسن ظنكم. شكرا لثقتكم الدائمة. هذا ما نود أن نفتتح فيه الحلقة اليوم، وشكرا أيضا لجميع وسائل الإعلام التي أيضا اليوم نشرت الخبر، من ضمنها بالتأكيد صحيفة الجماهير، رئيس تحريرها ضيفنا اليوم، ونتمنى إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. أولا إذا تحب أرجع شوي لموضوع القناة واليوتيوب. فضل. حقيقة أول شيء أبارك لكم في هذا الإنجاز، وبارك خاصة برنامج الملعب
أنا أعلم مدى المنافسة، يعني كوني قريب من مجال الإلكتروني، وأعلم مدى يعني صعوبة المنافسة أن تحصل على هذا الرقم يعني بين كثير من القنوات اللي تبث، وهي بلا شك يعني تعطي مدى حب وثقة المشاهد في القناة السعودية وأيضا مصدر المعلومة. حاجة واحدة بس أتمناها، ربما فكرة أو شيء، أتمنى أن تكون أن يكون هناك بث القناة الرياضية السعودية أيضا عبر الإذاعة الـFM، أن تكون قناة تنقل المباريات والحوارات والبرامج الحوارية، الكم الهائل من المادة اللي تقدمونها كوجبات جيدة للمتابع الرياضي، أتمنى أن تصل أيضا اللي في سيارته يعني عن طريق الراديو. أتمنى أن تصل هذه الفكرة لسمو الأمير تركي بن سلطان، وهو إن شاء الله داعم كبير إلى الحركة الرياضية والإعلام الرياضي. نبدأ أولا بالمنتخب الشاب الذي سيبدأ مهمته غدا في كأس آسيا للشباب، هذا المنتخب الذي أخذ وقتا طويلا في الإعداد، معسكرات كثيرة خاضها هذا المنتخب حتى يستعد لهذه البطولة التي تؤهله لنهائيات كأس العالم. ضمن بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما يستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة سوريا غدا الأحد على ملعب نادي الفجيرة ضمن المجموعة الرابعة، والتي يسعى من خلالها الأخضر الشاب لانتزاع أول 3 نقاط في البطولة. وقد وزعت المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، وضمت المجموعة الرابعة السعودية وسوريا وقطر واستراليا، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ثم تعبر 4 منتخبات منه إلى نصف النهائي، والمنتخبان الفائزان فيه يخوضان النهائي في 17 نوفمبر المقبل. وإذا ما تحدثنا عن البطولة فهي تكتسب أهمية بالنسبة إلى المشاركين، كون المنتخبات الأربعة الأولى ستتأهل إلى كأس العالم للشباب دون 20 سنة، والتي تحتضنها تركيا لعام 2013. ويقف المنتخب الأسترالي على قائمة أكثر المنتخبات مشاركة في نهائيات مونديال الشباب، حيث لم يقف سوى 2 مرات منذ أول مشاركة له عام 1982، في حين شارك المنتخب الكوري الجنوبي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس آسيا للشباب في نهائيات المونديال 12 مرة، منها 5 مرات على التوالي. أما المنتخب السعودي شارك في البطولة 9 مرات وحصل عليها 2 عامي 86 و92. كل الدعوات لمنتخبنا الشاب بحصوله على لقب البطولة للمرة الثالثة والمشاركة في كأس العالم للشباب. بالتأكيد هذا المنتخب يعني اشتغل عليه كثير، وكان في معسكرات كثيرة، آخرها كان مشاركة أيضا في البطولة الودية كانت بمشاركة البرازيل والأرجنتين على ما أتذكر في الصيف، كان في معسكر في النمسا، أعد كثيرا هذا المنتخب ونتمنى لا يخيب ظن جماهيره إن شاء الله. إيش رأيك أبو نايف؟ أولا إذا تحب أرجع شوي لموضوع القناة واليوتيوب، حقيقة أول شيء يبارك لكم في هذا الإنجاز، وبارك خاصة برنامج الملعب. أنا أعلم مدى المنافسة، يعني كوني قريب من مجال الإلكتروني، وأعلم مدى يعني صعوبة المنافسة أن تحصل على هذا الرقم يعني بين كثير من القنوات اللي تبث، وهي بلا شك يعني تعطي مدى حب وثقة المشاهد في القناة السعودية وأيضا مصدر المعلومة. حاجة واحدة بس أتمناها، ربما فكرة أو شيء، أتمنى أن تكون أن يكون هناك بث القناة الرياضية السعودية أيضا عبر الإذاعة الـFM، أن تكون قناة تنقل المباريات والحوارات والبرامج الحوارية، الكم الهائل من المادة اللي تقدمونها كوجبات جيدة للمتابع الرياضي، أتمنى أن تصل أيضا اللي في سيارته يعني عن طريق الراديو. أتمنى أن تصل هذه الفكرة لسمو الأمير تركي بن سلطان، وهو إن شاء الله داعم كبير إلى الحركة الرياضية والإعلام الرياضي. شكرا لك أبو نايف. إن شاء الله. بالنسبة للمنتخب السعودي، المنتخب في مجموعة أستراليا سوريا قطر، نحن نحب هذا المنتخب كثيرا حقيقة، وإن ظلمناها إعلاميا، نحن الإعلاميين ظلمنا هذا المنتخب،
لكنه حقيقة هو اللي الواجهة الأساسية للكرة السعودية الحقيقية. ما نرى في المنتخب الأول هو انعكاس المادة والفلوس والصراعات والفشل والهزيمة والخيبة الأمل. نحن أملنا بالله سبحانه وتعالى ثم بالفئات السنية الآن القادمة. المنتخب السعودي الشاب أبرز كثير من الأسماء، قادر إن شاء الله إن شاء الله قادر أن يحقق آمال الشارع الرياضي السعودي. نتمنى له التوفيق مع صعوبة المنتخبات اللي قابلها، سواء منتخب قطري. حقيقة منتخب قطر لا أعلم عنه شيء كثير، ولا سوريا، ولكن المنتخب الأسترالي قوي جدا والمنافسة معه ستكون شرسة جدا. نعم، احنا عندنا إن شاء الله مراسلنا موجود زميل ناصر الشيبان، وحناخذ اتصال ونعرف اخبار المنتخب فيه. كان مفترض ايضا يكون عندنا ماده مصوره لكن يمكن تاخرت مع الوقت، وان شاء الله لو وصلت حنعرضها. اروح لك عبد الله خوقير، وش ممكن نقول عن هذا المنتخب؟ هل نستطيع بعد كل هذه الاستعدادات والجهود المبذوله، معسكرات طويله، ان يعني نقول بان هذا المنتخب اعد جيد ووفر له كل الامكانيات وبالتالي الان لا اعذار؟ اولا احب ابارك لكم على القائمين على القناه الرياضيه السعوديه بالرقم الكبير هذا، ورغم ان انا طماع شويه، يا ريت يكون 15 مليون بعد شهرين ثلاثه مع ان شاء الله نهايه الموسم، السنه القادمه يكون 20، يعني شيء جميل جدا، وهذا يدل على انه في عمل، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا لك. بالنسبه للمنتخب السوري والمنتخب السعودي بكره، وبالنسبة لإعداد منتخبنا الشباب حقيقة على أعلى مستوى، يعني وفعلا يعني كلنا أمل إنه المنتخب هذا يعوضنا اللي احنا عايشينه، والحالة حالة الرياضة السعودية والتأخير هذا والرقم اللي نحن فيه الآن كمنتخب أول وكذا. منتخب الشباب الآن اللي هم يعني الآن فعلا فرصة، وبداية هي في فريقين صعبة، أستراليا وقطر، يملكون الخبرة والقوة وكل حاجة. الفريق السوري فريق يعني لا بأس به، بس بإمكانياتنا وروحنا العالية وتجهيزنا وإعدادنا ومعسكراتنا بكل المقاييس، أتمنى من الله التوفيق إنه نحن نعدي وبنتيجة كبيرة عشان نقدر نقابل قطر ونقابل أستراليا، ونحن في جهازية تامة وبروح معنوية عالية لكي نطلع للدور اللي بعد كده. إن شاء الله. عبد الله أسألك عن موضوع، طبعا اللاعب بصاص لاعب الأهلي لن يلتحق بالمنتخب، تم الاتفاق على أن يشارك مع الأهلي، وحسب النظام طبعا يحق للأهلي أنه يعني يتمسك بمشاركة لاعبه حسب النظام الدولي كما صرح بذلك سابق الأستاذ محمد المسحل. ولكن فهد المولى طبعا أيضا سنتابع الأخبار بأنه اليوم شارك في التدريبات. مسألة الشد والجذب في مشاركة لاعب وعدم مشاركته، يعني أيهما بصراحة أحق بمشاركة اللاعب، أو أيهما الأكثر حاجة للاعب، منتخب أم فريق؟ أنت السؤال هذا محرج جدا، ولكن الحقيقة خلينا في الواقع. أيوة، الواقع بيقول إنه اللاعب بصاص لاعب أساسي في النادي الأهلي وبرز، والنادي الأهلي نادي سعودي. نعم. ونادي بيمثلنا وبيمثلنا على مستوى آسيا، وهي مباراة واحدة فقط وحتكون يوم السبت القادم. نعم. حقيقة هو الأسبوع فيه تأخير، فيه حاجة كده، لكن بكل المقاييس نحن بنقول المنتخب اللي أنعد والإعداد هذا، وأكيد مدرب المنتخب عنده البديل وعنده وكان عامل حسابه ليوم، يعني كان بيتفرج على مباراة الاتحاد والأهلي، المباراة الأولى المباراة الثانية، وكان عارف انه في فهد المولد هنا. لو كان فهد المولد، لو الاتحاد اللي كسب كان فهد المولد، نفس الموضوع على الاتحاد السعودي حيقول روح يا فهد والعب مع نادي الاتحاد. يعني ايا كان كلا بيخدم البلد وبيخدم الوطن. صحيح. سواء البصاص حيخدم البلد في اسيا قدام كوريا، واللي حصل انه ما خدم في مباراة سوريا مثلا القادمة حيلحق بالمنتخب، لكن هذه مباراة مفصلية ومباراة ختامية، وفيها كلنا قلوبنا مع النادي الأهلي، مع بصاص ومع زملاء اللاعبين للنادي الأهلي، لأنه نبغى نرجع الابتسامة للشارع السعودي، للشارع الرياضي. نحن تعبنا ما فرحنا لنا الآن كثير، ما بنفرح ولا بنضحك ولا بنقول عندنا كورة ولا عندنا نتائج ولا الأمل في الله ثم في النادي الأهلي الآن يحقق بطولة آسيا، وعند الله مو بعيد
الأجهزة الأهلاوية أعتقد الإدارة والنادي الأهلي بأعضاء شرفه وإدارته قادرين على أنهم يعدوا. طيب بسأل يعدوا المباراة هذه ويفرحوا الشارع السعودي. نعم كويس. خلينا نروح الآن بالمناسبة عشان بس أقول لكم الحين العناوين نزلت على موقع اليوتيوب. إحنا بدينا من 10 دقائق تقريبا نزلت العناوين على طول مباشرة المقطع. شكرا لدايز الدوسي حقيقة ما شاء الله عليه نشيد جدا. واللي حاب يتابع برنامج وهو مثلا برا البيت ومو قادر مجرد انه يكون معنا في تويتر حيتوصل المقاطع. كل ما خلصت فقره بعدها بكم دقيقه حتنزل الفقره التاليه. اروح الفجيره في الامارات الزميل ناصر الشيبان موفد القناه الرياضيه لهناك. مساء الخير ناصر. مساء الخير زميلي عادل. امسي عليك ومسي على ضيوف الكرام مساء توفيق الخليفه والكابتن عبد الله الصقير والمشاهدين الكرام. اخر الاخبار من عندك؟ احنا نعرف انه كان في صورت يعني لقاءات وكذا لكن يبدو ان الوقت ما يسمح لوصولها، لكن بشكل عام ما هي اخر الاخبار؟ كيف هي اجواء المنتخب؟ امس عليك البدايه ابو تركي ومستمعي الكرام. طبعا بالنسبه للقاءات المشكله كانت من تلفزيون الفجيره انه عندهم اليوم اجازه فكان التلفزيون مقفل. اما بالنسبه لاخبار المنتخب السعودي فاكيد يعني المنتخب السعودي مستعد استعداد جيد لهذه المباراه خصوصا من الناحيه النفسيه، لانه تعرف دائما على مستوى الفئات السنيه حتى من خلال الحديث اليوم مع المدرب كان يتكلم انه الجانب النفسي هو اهم شيء في هذه المباريات. عندما تكون المباراه الاولى في بطوله هي نهائيات مؤهله لكاس العالم. ايضا المنتخب السعودي زميلي عادل هو اجرى قبل او عفوا يوم امس تدريب على ملعب الفجيره وهو ملعب المباراه استعدادا لمباراه مع المنتخب السوري. يمكن اليوم اكثر ما يطلق المنتخب السعودي هو من ناحيه البنيه الجسمانيه للمنتخب السوري، يعني هذا هو الشيء اللي اقلق المنتخب. نعم. طيب بالنسبه للاعبين وصل طبعا فهد المولد اليوم. طبعا الكابتن فهد المولد وصل امس طبعا متاخر في الليل قادم من مدينه جده. الجميع يعرف طبعا انه كابتن مصطفى بطاط لن ينضم المنتخب السعودي خاصه وان هذا اللاعب بالتحديد المدرب يعول عليه اشياء كثيره جدا لانه يعتبر هو قائد الفريق وقائد المنتخب السعودي. فدائما يعني اليوم حتى المدرب كان يتكلم بحسره يقول ان اللاعب هذا كنت جاهز لاشياء كثيره حتى من الناحيه النفسيه للاعبين، يعني حتى لو كان هناك اجتماع خاص بين الاداري وبين المدرب يكون اللاعب متواجد في مثل هذه الاجتماعات. طيب بالنسبه لبصاص مثل ما قلت انه هو اكيد ما حيلعب حيكون مع فريقه الاهلي. طبعا ابو تركي لانه هناك اصلا كان في اتفاق بين اداره المنتخب والنادي انه اللاعب سيشارك مع المنتخب بعدين انه يسافر لكوريا للعب مع النادي الاهلي، ولكن لأن اللاعب المباراه الاولى لن يكون متواجد والمنتخب لن يستفيد من هذا اللاعب الا المباراه مع قطر، فهذا الشيء راى اداره المنتخب انه سيؤثر على اللاعب من الناحيه النفسيه وحتى من الناحيه البدنيه. طيب اذا يبدو انه المنتخب هذا ناصر وحسب يعني متابعتك لهم عارفين بعض كويس يعني من زمان هم مع بعض. اكيد طبعا لا تنسى زميلي عادل ان المنتخب ايضا شارك في بطوله الخليج اللي كانت في قطر وحقق هذه البطوله. نعم. المنتخب حقيقه معد استعداد جيد ولا ننسى ايضا انه اعمار اللاعبين المتواجدين حقيقه هم يعدون يعني دعامه للمستقبل. نعم هم نفسهم اللي شاركوا في الخليج. نعم اللي كانت في قطر. نعم. اذا ان شاء الله امور المنتخب كويسه ومنتظرين مباراه والمنتخب ظروفه جيده ما في اي شيء يعكر صفو الاستعداد. اكيد طبعا ولا ننسى برضه انه اللي برئيس الوقت طبعا اللي هو الاستاذ احمد عيد ولكن لم يتم وصوله ولكن بسبب الجمعيه العموميه ان شاء الله اللي راح تكون تنعقد. طبعا الاستاذ عبد الله صديق نائب رئيس الوقت هو متواجد مع المنتخب. جميع الامور حقيقه من الناحيه النفسيه والناحيه الفنيه وحتى ايضا الناحيه الطبيه اللاعبين جاهزين فنيا وبدنيا وطبيا. احمد عيد الاستاذ احمد عيد هو رئيس الوقت؟ طبعا الاستاذ احمد عيد هو رئيس الوقت ولكن بسبب وجود الجمعيه العموميه طبعا الاتحاد السعودي لن يكون متواجد، سيكون متواجد ان شاء الله في المباراه الاخرى اللي هي مباراه مع قطر باذن الله. شكرا ناصر يعطيك العافيه بانتظار ان شاء الله المباراه بكره وبالتاكيد تغطيه مفصله لها يعطيك العافيه. شكرا لزميلي ناصر الشيبان موفد الرياضيه الى الفجيره مع المنتخب السعودي الشاب. ذكر بان فهد المولد وصل بصاص تم الاتفاق طبعا اثنين عندهم كروت بالمناسبه ما راح يلعبون المباراه الاولى. من الاصل هم موقفين المباراه الاولى وبالتالي ما راح يقدرون يشاركون المباراه الثانيه. كان في وجهه نظر ان ربما يشاركون مع المنتخب ومن المنتخب يطلعون على كوريا، بس حتكون مرهقه جدا للاعب وما حيستفيد منها لا المنتخب ولا النادي، وتم الاتفاق على ان يشارك اللاعب مع
النادي، ايش رايك في هالموضوع ابو نايف؟ يستحق التعاطي معه بحساسيه شوي ولا يعني موضوع عادي؟ هو اساسا حق من حق للاهلي ان يحتفظ بلاعبه في هذه البطوله القاريه، ولا يحق للمنتخب ان يطالب باللاعب، هذا اولا. صحيح. وحتى لو كان الحق للمنتخب، انا ارى انه اهميته في انه يلعب مع النادي الاهلي اهم من هذه البطوله. النادي الاهلي مباراه واحده، بطوله اسيويه، الفرقه السعوديه بغايبه عن البطولات الاسيويه، الرياضه السعوديه لا تملك اي انجاز قاري في النهايه، في هو فريق الأخيرة. مش منتخب يعني، الخيارات عنده محدوده. اي نعم. فانا اعتقد انه يعني الحديث عن بصاص يعني خطا من قبل القائمين على المنتخب السعودي حقيقه. من المفترض من الاصل ما يكون، من المفترض انه يعني من المفترض انه حتى لو كان الحق لهم ويعتقدون ان هناك لاعبين جيدين في المنتخب سيفيدون النادي الاهلي او ممثلنا في اسيا، ان يتنازل عنه ويلعب مع النادي الاهلي. ماذا يعني لك ان يكون احمد عيد هو رئيس الوفد؟ انا فاجأني حقيقه، معلومه ما عندي قبل. يعني هو يعني اهتمام تمهيد أكثر. لا لا لا، هو تمهيد لتعيينه، يعني مش الانتخاب، لتعيينه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. شو دخل هذا؟ يعني تعرف لما تكون في الصورة وكذا. شوف، أنا أرجع وأقول بالنسبة للدكتور أحمد عيد، أنا أحترمه كشخص كثير يعني، وكرجل خدم الرياضة السعودية يعني من لاعب إلى إداري، ولكن نحن الحين في مرحلة جديدة، مرحلة يجب أن نجدد في الأسماء، يجب أن نجدد في الخبرات. يعني أنا سبق وقلت الكلام هذا، الدكتور أحمد عيد كان من رجالات الأمير نواف بن فيصل. نواف بن فيصل من أهم ميزاته أنه كان يثق بالناس اللي معاه ويستمع إليهم ويعطيهم الصلاحيات. أنا أعتقد أنه أحمد عيد استنفذ في الفترة الماضية ولا يوجد لديه ما يقدمه في الفترة القادمة. طيب الدليل على ذلك، لا تنتخبونه. طيب الدليل على ذلك المشاكل اللي حدثت من استلام أحمد عيد للاتحاد المؤقت، من اللجنة القانونية، لجنة الحكام، لجنة الانضباط، مشاكل كثير حدثت برئاسة أحمد عيد. يعني هناك أنا أتمنى أن يكون هناك شخصية جديدة، وسبق أني قلتها وحرجع أقولها. إيه بس أقول لا، يعني أبو نايف هو ما هو بالقوة جاي يعني. كيف؟ هو غصب جاي بالقوة يعني؟ لا ما هو بالقوة، بس حنا يعني المجتمعنا السعودي. طيب. يعني أنا لما أفهم منك إعاز بشكل أو بآخر أن يتم انتخاب فلان، قد أنتخب فلان. من أحمد عيد ما عنده السلطة أن يعز. لا، أحمد عيد ما عنده السلطة. طيب. أنا أعتقد أنه ربما يكون من أصحاب نفوذ أو أصحاب قرار الإعاز، أعتقد يعني، ولست متأكدا، أو لا لأنه هذا سوء ظن مني، هذا سوء ظن مني. حسن الظن مني. أيوة. أنها فصلت الشروط رئاسة الاتحاد على 3-4 أشخاص فقط. شلوها الشروط اللي حتى المناصب العالمية وقارينة. المناصب العالمية والمناصب شلوها هذا. خلاص. أنا أقترح الآن صار فيه أنا خذني يعني قل هذا الرأي شاطح بس فكر معي فيه. لماذا لا ننتخب، لماذا لا نعين رئيس من أوروبا، نأتي برئيس اتحاد كرة قدم حقيقة نتعلم منهم يا أخي، ما فيها حاجة. نرجع يا أبو نايف، كل شيء من برا ومن برا، ما عندنا أحد حنا يا عادل عندنا. ما هو عيب، ما هو عيب أن نتعلم من أحد، لعيب أن نستمر بأخطائنا. نجيب القائد حق كرة القدم عندنا هو الذي يقدم يا أخي. عندنا يعني دكاترة، عندنا دكاترة أجانب، عندنا مدرسين أجانب، عندنا في كبرى الشركات أجانب، في كبرى البنوك أجانب. يا أخي ما فيها مشكلة لما أجيب لي 3-4 أشخاص من منظومة مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الألماني، الإنجليزي، الإيطالي، أجيب رئيس اتحاد وأربع رؤساء لجان مفصلية، 3-4 سنوات معهم مساعدين سعوديين، نتعلم منهم أصول العمل، نتعلم منهم الخطط بشكل جيد، وبعد ذلك ينتهون ويستلمون أبنائنا. طيب. ما هو عيب أن نتعلم. خليني أقول لك شغلة، الجمعية هذه العمومية اللي موجودة 63 شخص بيصيرون 69، إذا هم فعلا بيرضخون للمطالبات، إذا هم يعني عادل. ليسوا جديرين بهذا المكان. عادل. ما حد بيجي يضرب على يدك. لأن الخبر اللي عندك، الخبر اللي عندك عن الفيفا. الحين نتكلم عنه بعد. طيب. شوية. إيش يدل عليه؟ إيش يعطيك انطباع؟ أن هناك جهل في الأنظمة. طيب، طالما دخلنا في الموضوع خلي بنقوله بعد شوي، وبسأل عبد الله عن بشكل عام عن البطولة وعن تواجد مثل ما قال ناصر الشيبان قبل شوي، انه المنتخب هذا منسجم، هو اللي لعب في كأس الخليج وحقق البطولة، يحسب هنا لإدارة المنتخبات إذا قلت ذلك، هل تتفق معي أو لا، بأن هناك مسيرة جيدة لهذا المنتخب، وعارفين من وين بدأ وإلى وين يروح.
هذا يعني كنا مفتقدينه سابقا، ما نشوف هالترتيب للمنتخبات انه ماشي من بطوله الى بطوله، والمنتخب هذا هو اللي حيشارك فيه بعد سنتين في كذا. وش رايك في هذا التخطيط؟ تشوف انه يعني يبعث التفاؤل؟ ايوه بشكل عام اي هدف تبغى توصل له، أيوة. الترتيب، الاعداد بخطه معينه، انت كويس كده، انت تعتبر الان ماشي صح طالما انت حاطط هدف معين وحتوصل لمرحله ومرحله ومرحله وتعديت المرحله هذه، الاعداد اللي بيحصل وبيحصل. الحقيقه انا شايف منتخب الشباب ماشي بخطوات كويسه، ونتمنى له التوفيق، بس كلنا يعني اشوف حتى انا الان لا مؤاخذه يعني في موضوع انه زي الدكتور احمد عيد كان المفروض هو رئيس البعثه، نعم، واعتذر عشان الظروف الجمعيه، اوكي هذا شيء طبيعي، بس الرجل يبغى يرفع روح المعنويه للشباب، حاجة كويسة يعني. لما يكون معايا رئيس الاتحاد، لما يكون معايا رئيسي أنا موجود، الدكتور أحمد في مقام يعني كويس، حتى اللاعب الشاب اللي في المرحلة السنية هذه لما يعرف إنه رئيس الاتحاد جاء موجود حيكون إيش، وحيكون معاه في المعسكر، حيكون معاه قبل المباراة، ليلة المباراة، يوم المباراة، في المباراة، في الملعب بين الشوطين قبل المباراة، حقيقة يعني حاجة حلوة. بس أنا أكيد الدكتور أحمد لظروفه الشخصية مثلا حقت الجمعية، لا هو بيلتحق فيهم بعد الجمعية، معناه إنه في حاجة كويسة ماشية بعد الجمعية، حيلتحق فيه هو حيروح. بس أنا كويس إنك قلت هالكلام ترد على أبو نايف، لأنه كانت طلبة تسلبية. أيوة كويس بقول لك يعني، بس بقول لك يعني معناه المنتخب الشباب ده يعني المسؤولين فيه، تفضل، المسؤولين فيه والقائمين فيه المنتخب هذا بيعدوا اعداد كويس، بيرتبوا ترتيبات كويسه، بدليل انهم يعني حتى رئيس البعثه كان رئيس الاتحاد، يبغوا يرفعوا من الروح المعنويه، يبغوا يمشوا الخطوات احسن، يبغوا يتقدموا، يبغوا يوصلوا شيء كويس، ونحن معاهم، لانه قلت لك نحن نتمنى انه منتخبنا للشباب ده يعني فعلا الترتيب اللي كان ماشي فيه من سنتين من يتواصل، وحتى لبكره وللسنه القادمه والسنه اللي بعدها، بحيث انه لا تجي عوائق، لا تجي ظروف، لا نجي نلخبط بعد فترة ونقول أخفق المنتخب، إلا إذا كان إخفاق واضح لا سمح الله ولا شيء. لكن أعتقد كل الدلائل والمؤشرات والكرة اللي قدمها منتخب الشباب قبل كده بتأكد إنه الفريق هذا ماشي في الطريق الصح. طيب أبو نايف، أنت رأيك سلبية كانت؟ لا أنا أتفق معي يعني، هذه أنت يعني الآن حولتها إلى دعاية انتخابية للرجل إنه يسوق نفسه. إذا كانوا بقول لك شيء، إذا كان هو تقول أنت معين خالص، طيب ليش يروح يسوق النفس؟ شوف عادل، مو هو معين خلاص. شوف عادل، يعني معظم الأمور التي تحدث خصوصا السيئة منها، هناك جانب إيجابي منها، بس تكون الأشياء اللي السلبية كثيرة. أنا أعتقد أن الأخ عبد الله جاب الشيء الإيجابي، وأنا أتفق معه في إيجابية هذا الموضوع، لكن طيب. أنا نظرتي للموضوع كانت أشمل بكثير بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم. لا بس أنت رحت النظرة يمكن زاوية سوداء. الرجل راح يسوي دعاية انتخابية، الحين رايح يشجع المنتخب ويسانده في هذه البطولة، وانت تقول راح سوء ظن مني، ولكن انا اعتقد انه كثير يشاركني حقيقة الامر، يشاركني بس هو ما يحتاج، اذا هو معين ليش يروح يعني، اذا هو في النهاية معين ليش يروح يسوي دعاية يعني، خلاص معين خلاص. هو انا يعني ترى عبد الله ما شاء الله عليه جاب النظره الايجابيه هذه، عرفت؟ طيب. يعني استطاع ان يعني انا اهنيه على نظرته الثاقبه، استطاع ان يخرج من هذا الكم الهائل جزء بسيط ايجابي. هذا الظاهر بصراحه، يعني انت اللي لفيت، انت اللي هنيك على هذه النظره البعيده، هو جاب الشيء العادي اللي كل الناس تشوفه. طيب نروح لموضوع، نبقى في البطوله اليوم، لعبت عدد من المباريات، وبالتاكيد يهمنا نشوف المنتخبات اللي لعبت اليوم. شوف تقرير عن المباريات اليوم. انطلقت اليوم السبت منافسات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة، والتي تحتضنها مدينتي الفجيرة ورأس الخيمة بالإمارات حتى 17 من نوفمبر القادم، وبمشاركة 16 منتخبا. ضمن المجموعتين الأولى والثانية التقى العراق مع كوريا الجنوبية، وانتهى اللقاء سلبيا بدون أهداف، فيما انتهى لقاء الكويت والإمارات بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. في اللقاء الثالث تغلب المنتخب التايلندي على المنتخب الصيني بهدفين لهدف، وفي اللقاء الأخير التقى اليابان بالمنتخب الإيراني على ملعب الإمارات، وانتهى اللقاء بفوز إيراني بهدفين دون رد. وتستأنف قدم منافسات البطولة عندما يلتقي المنتخب الأسترالي بالعناب القطري
وكوريا الشمالية ضد نشام الأردن. أما الأخضر السعودي سيواجه شقيقه السوري، واللقاء الأخير فيجمع أوزبكستان مع فيتنام. أمنياتنا إن شاء الله للمنتخب الشاب التوفيق، ونتمنى أيضا أن لا يخيب كل من ساهموا في إعداده حتى يصل لهذه المرحلة. متفائلين إن شاء الله. وبعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني من الملعب، وفيه نكشف عن الإيميل الرسمي الذي أرسل من الاتحاد السعودي من الاتحاد الدولي، كشفه اليوم كالمعتاد طبعا برنامج القصة من الداخل مع زميل بدر الفرهود. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب، ضيوفنا توفيق الخليفة وعبد الله خوبير من مكة المكرمة. الآن سنتحدث عن الإيميل الذي أو الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم وكالمعتاد طبعا الذي يكشف عن مثل هذه المستندات، زميلنا العزيز بدر الفرهود في برنامج القصة من الداخل الذي بث قبل هذا البرنامج. استطاع زميل بدر الفرهود أن يحصل على نسخة من الإيميل وهو مرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي. خليني هذه الصورة طبعا وبقول لكم إيش اللي طبعا هو مترجم عندنا، وتم ترجمته وتوثيق الترجمة، لكن الترجمة طويلة. الجماعة في الاتحاد السعودي أرسلوا طلب تعديل على بعض اللوائح أو بعض البنود في النظام الأساسي. كان ردهم أنه ما في مشكلة، هذا التعديل ما عنده ما في مشكلة، ولكن قالوا بأنه عندكم أنتم جمعية عمومية معتمدة لدينا، والمفترض أنها هي التي تقر هذا الاعتماد وبعدين تجون عندنا. الجمعية العمومية اللي يقصدها الاتحاد الدولي واللي موثقة اللي كانت في عام 2010 وذكرها طبعا، واللي مكونة من 153 نادي، اللي هي الجمعية العمومية السابقة اللي كانت طبعا في عهد الأمير نواف. هذه الجمعية من المفترض أنها هي التي تصادق على هذه التعديلات وليست الجمعية الحالية، لأن الجمعية الحالية غير معتمدة كما ذكروا في أنه التي لم يتم اعتمادها قانونيا من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، يقصدون الجمعية العمومية السابقة اللي معتمدة عندهم. حقيقة أنا ودي أقرأ كامل، بس المشكلة الترجمة الحرفية أحيانا تكون يعني تحتاج إلى تركيز، ولكن يقول: نفيدكم باستلام خطابكم أعلى ونشكركم على ذلك، والذي استلمنا معه نسخة من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، هذا في عام في يوم 22 أكتوبر قبل 10 أيام أو أكثر 2012، ردا على خطاب بتاريخ 17 سبتمبر اللي هو كان بعد الجمعية العمومية. وبهذا الخصوص نفيدكم بأننا قمنا بمقارنة النسخة المذكورة أعلى مع نسخة المسودة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم بخطابه في 24 مايو 2012، وقد لاحظنا اختلافا طفيفا بين النسختين، وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 10 الفقرة 2، غير أنه يسرنا أن هذه التعديلات الأخيرة يبدو أنها توافق مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذا فليس لدينا اعتراض عليها. إلى الحين الأمور أوكي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نما إلى علمنا بأن المجلس الانتقالي للاتحاد اللي هو الحالي قد أجاز المسودة الأخيرة من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم في 5 أغسطس 2012، ولهذا فنحن نتوقع تقديم نسخة المسودة هذه للجمعية العمومية للاتحاد السعودي اللي عندنا لاعتمادها بصورة نهائية في الجمعية العمومية القادمة. وفي هذا الخصوص نشير بشكل خاص إلى خطابنا المرفق المؤرخ في 6 سبتمبر 2012،
وفي الختام نود أن نعيد مرة أخرى بأن أي تعديل عن النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم الساري المفعول الآن يتطلب الموافقة القانونية والمصادقة من قبل الهيئة المختصة الموضحة في النظام الأساسي ألا وهي الجمعية العمومية للاتحاد. وفي هذا الخصوص نود أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أنه وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الذي بحوزتنا يبدو أن آخر اعتماد من قبل الجمعية العمومية كان في عام 2010، يتكلم عن الجمعية العمومية السابقة. ولهذا السبب فنحن نعتقد بأن تلك النسخة من النظام الأساسي ما زالت سارية المفعول وواجبة التطبيق، وتبعا لذلك نود التركيز على أن أي نشاط للاتحاد في مسائل محددة تتعلق بالجمعية العمومية للاتحاد يجب أن يتم وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الساري المفعول في وقت ذلك النشاط. وبالمقابل نود أن نفيدكم بأن أي قرار يتم اتخاذه بموجب نسخة مسودة من النظام الأساسي للاتحاد التي لم يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد فإن ذلك القرار يحمل مخاطر اعتباره باطلا وغير ساري المفعول. هذا من ماركو مدير الشؤون القانونية ورئيس قسم قانون الشركات، وتم إرسال صورة طبعا للاتحاد الآسيوي. أنا قرأتها كامل لأنه يعني الترجمة النصية متعبة شوي، ولكن حتى تكون الصورة واضحة تفضل أبو نايف، هذه عاد لعبتك. لا أنت كذا طلعتني برا الموضوع مرة واحدة. تفضل. يعني كلامهم واضح انه يعني كل الاتحاد الجمعيه العموميه هذه الى الان لم تعتمد من الاتحاد الدولي ولا يحق لهم التعديل على النظام الاساسي، ويجب الرجوع الى الجمعيه السابقه. لكن الملفت الانتباه هو عدم معرفه القائمين في الاتحاد السعودي الان المؤقت بقوانين الفيفا وبانظمه الفيفا. شيء جيد انهم تداركوا وارسلوا خطاب الى الفيفا ليتم التوضيح لهم بشكل جيد. يعني احنا طول الوقت شغالين، واحنا الجمعيه العموميه السابقه هي المعتمده، هي المعتمده. يعني يقولون لازم الجمعيه العموميه السابقه حسب ما فهمت من الخطاب تجتمع وتقر التعديل. وبالتالي لان هي الجمعيه المعتمده عندنا. هذا اللي يقول عادل، انه يعني ما هو عيب ان نجيب ناس خبراء يعني لمده سنتين، ثلاث سنوات، اربع سنوات، نتعلم منهم، نتعلم من الانظمه يعني الدوليه والعالميه، اليه العمل، حتى في يعني مثلا لجنه الحكام، لجنه الانضباط، يعني ما فيها مشكله. الان عندنا جميع المشاكل في هذه اللجان. طيب ما يعني انا ارى انه ما هو عيب، يعني انا ارى انه ما هو عيب، العيب انه نطلع كل يومين ثلاث ايام استقاله احد اعضاء اللجان، وبعدين اخراج كلام الناس ما هي متوقعه الكلام والمشاكل وكذا. ما هو عيب يا اخي ان نتعلم، ما هو عيب ان نبدا من حيث انتهى الاخرين. طيب خلنا اسال المتفائل. المتفائل إيه؟ انا المتفائل، هو المتشائم. لا هو اللي متفائل، عبد الله خقير صاحبنا، انت متشائم. عبد الله بسالك بشكل عام عشان ما ندخل في التفاصيل لانها حقيقه قانونيه ومزعجه وحتى ممله يمكن للمشاهد، لكني بسالك بشكل عام. بكره الانتخابات وحنشوف تقرير بعد شوي على الجمعيه العموميه، الجماعه بكره بيجتمعون يقرون التعديلات اللي وافقوا عليها اللجنه السباعيه، ويقرون مرحله جديده وانتخابات وانتخاب الرئيس واعضاء مجلس اداره. انت الان كرياضي ولاعب معروف واداري سابق، انت متفائل بالمرحله القادمه ولا زي ابو نايف تقول هي ملعوبه كلها وفي النهايه عارفين مش اللي حيصير، بس اللهم هذه اشياء صوريه عشان نقول ان احنا نظاميين؟ هذا يعني شوي كلام ابو نايف وشويه زياده من عندي بهارات. الكلمتين الاخيرات من كيسك. تفضل. حقيقه بدون احراج وبدون زعل وبدون يعني الموضوع كله لازم نكون متفائلين، كلنا نكون متفائلين. مو معقول نحن بنشتغل في الرياضه وبنطلع وانتم بتشتغلوا وبتعملوا قنوات وبنعمل والرياضه والمسؤولين والاموال اللي بتنضخ عشان الرياضه، لازم نكون متفائلين. لكن عمليه الصبر هذه للاسف حتى الاتحاد عندنا لما ارسل الان، انا بسمع عن الايميل اللي انت تكلمت عنه بالتعديلات هذه، يعني ما في صبر، ما نصبر شويه لما يجي الاتحاد الجديد هذا ولا تطلع الجمعيه بعد كده حتى يصير شكلنا احسن وافضل، بدل ما نرسل لهم ويرسلوا لنا وكذا. طيب مو نحن حتى اللي يجي حيشتغل اربعه ولا خمسه سنين ولا كذا، هو يصير متحمل المسؤوليه، ايش يمكن عنده فكره جديده، يمكن يمكن يمكن،
لكن الآن لو أن يعني موقف الحقيقة أنا بالنسبة للإيميل هذا اللي أنت بتتكلم عنه. طيب بالنسبة للخبراء حقينا من أوروبا اللي بتكلم عنهم ضيفك الكريم دحين حبيبنا وبيزعل يقول عبد الله متفائل ولا متشائم، نحن لنا سنين وبرضو نحن برضو معنا الخبراء. أخيرا وأخيرا وأخيرا من فترة مع صاحب السمو الأمير نواف كان في لجنة للتطوير وكانوا معاهم أجانب وقبلها وكان أكاديميات وكانوا أجانب. على فكرة نحن غلبنا بلجيكا في كأس العالم، يعني نحن نقدر بسواعد أبناءنا المؤهلين علميا ورياضيا وفنيا إنه نكون. لكن نحن نعرف الغلط فين ونقول لا الحقيقة اللي هم الجمعية محنا متفائلين فلان لا ما فلان، لا هي كلها ضايعة في نقطة معينة نقولها. رجل صاحب قرار وصاحب سلطة وعقاب وثواب، يعني تتضح الصورة زي ما كانت متضحة من الأول. نحن كلنا رياضيين. حلو. نحن زعلنا زعل كبير على مباراة الاتحاد والأهلي وشوفنا اللي حصل فيها في الأخير، لا ثواب لا عقاب، منظر تخيل في لقاء من اللقاءات في المواسم السابقة 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 المسؤول الإداري اللي أخطأ في الملعب ما خرج من الملعب في الصباح إلا الصحف الرياضية كلها تأخرت، الصحف السعودية تأخرت ونزل خبر العقوبة للشخص اللي كان. يعني شوف القرارات هذه هي وترجح القرارات للأسف، يعني هو اللي بيشكك بيخلي زي الأستاذ الفاضل إنه إيش إنه ما هو متفائل، لكن طيب. موجود ونحن أبناء بلد وفي إن شاء الله الخير، لازم نتفائل بخير. أنا متأكد إنه موجود وحيحصل، هو حصل يعني حصل لنا دروب وواضح، لكن هنقول إن شاء الله حيصير. وأصبح الآن مع الإعلام ومع اللي إحنا شايفينه ما يعني ما في شيء مخبى واضح زي عين الشمس. طيب. بس نحن تبقى الحقيقة أنا أوضح لك كثرة الفقرات والدلائل والأنظمة واللوائح هذه اللي كترت علينا في خلال السنتين الثلاثة الأربعة الأخيرة هذه، أعتقد هي بيخت حتى المسابقات. كنا بنتفرج على أي برنامج برضو نحن نستنى اللائحة الرقم صارت البرامج والرياضة كلها لوائح وما لوائح. لوائح دي نخليها إدارية في الأندية في المكاتب في الاتحادات، لكن نحن بنتكلم على تطور رياضتنا فنيا كرة قدم على الاتحاد السعودي لكرة القدم. نحن كسبنا بلجيكا، نحن في كاس العالم وصلنا في سنة من السنين. أقوم أجيب واحد من بلجيكا يعلمني الآن؟ أنا ما يمنع أني أنا ما أستفيد، أستفيد واستفدنا وممكن كمان قدام نستفيد. لكن الثقة اللي أنت الآن أول ما تكلمت البرنامج وبدأت بها قلت أنا كسبان الثقة، الآن 10 مليون أنا ثق أنه بعد شهرين 3-4 حيكون عندك 15 مليون ولا 20 مليون مشاهد. طيب الثقة. أنا باخذ نحن ندي الثقة للمسؤولين هذول. أنا باخذ كلمة منك عبد الله، شوف يعني أعطاني تلخيص كذا نقطة بارزة. نعم. يقول لك عبد الله توفيق بأنه مع حفظ الألقاب طبعا لكم جميعا، المسألة هي مسألة صاحب قرار. لا بس أنا طبعا أنا أحترم رأيه كثير أحترم رأيه، لكن بالنسبة للجنة الخبراء ما هو هذا اللي أنا كنت أتكلم عليها، نتكلم على رؤساء رئيس اتحاد ورؤساء لجان يكونون أصحاب قرار أصحاب قرار وينقلون التجربة وما هو بكرة بعد نجيب ضيوف أجانب أما أن نجيب ضيوف ومذيعين أجانب لا إن شاء الله وين نروح لا ما الدرجة هذه طيب أنت ضيعت النقطة الثانية اللي قالها يتكلم عن الخبراء إيه لا أنت تقول هذا رؤساء لجان طيب وبعدين قال إنه تطرق النقطة الثانية إلى النقطة الثانية إنه إحنا هزمنا بلجيكا وإحنا ما إحنا محتاجين أحد يعني إذا يسمح لي زي ما أنا احترمت رأيه يعني يسمح لي برأيي إنه هذا اللي ودى الكرة السعودية يعني إلى الوراء، إنه حنا نركن إلى أمجادنا، نحن أسياد آسيا، نحن الصقور الخضر، نحن الذين لا نهزم، نحن الذين وعلى أرض الواقع هزمنا، على أرض الواقع لم نستطع الفوز على إندونيسيا، على أرض الواقع يعني عمان الشقيق مع جل الاحترام لها أخرجتنا وتأهلت مكاننا إلى التصفيات. أنا ربطت الموضوع بصاحب القرار بظروفنا. لا لحظة عبد الله أنا ما قطعتك عبد الله أخوي عبد الله الكابتن عبد الله. تفضل أن نرتكن إلى هذا إلى هذا الكلام ونمجد بالقرارات ونمجد بأنفسنا يعني هذا كلام لا حقيقة على أرض الواقع لا يفيد. اللي يعني الطبيب إذا أراد
أن 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 يعالج المريض أحيانا يضطر إلى المشرط إلى إخراج الدم لإخراج العلة. يجب أن نصارح أنفسنا. أنا أيضا لست مع أن يعني أنه ما في شيء جانب مشرق في حياتنا، لكن حياتنا الرياضية طبعا، لكن اندفاعنا واستعجالنا أن نعود إلى الواجهة من مرة أخرى، لذلك يجب أن نقصوا على القائمين على الرياضة السعودية. طب هو قالك في النهاية مشكلتنا؟ لا الكابتن عبد الله مثل ما قلت أنت، بس مو إحنا فزنا، وإحنا فزنا على بلجيكا، إحنا محتاجين أحد. كلام هذا ما يعني أنا أراه مع جل احترام الكابتن عبد الله، إنه على أرض الواقع يعني ما يفيد المنتخب، ما يفيد الرياضة السعودية. طيب خلينا نحن الآن صحيح. عرف لما رحنا كأس العالم كان سريان والهريفي. صحيح رحنا كأس العالم. ما شاركوا معنا في فزنا على بلجيكا. دقيقة عبد الله. الآن تعادلنا مع اندونيسيا وتعادلنا مع عمان ولم نستطع الفوز، هزمنا من كوريا الشمالية. أنا الآن بس هو يقول لك ذاك الوقت كان في يعني لا أنت تناقش المرحلة اللي سابقة ولا تناقش الآن؟ لا المرحلة الحالية. لا ليش كانت في إنجاز؟ لأنه كان في لاعب فهد الهريفي واللاعب يوسف النيان. الرجل الآن يقول لك أبو نايف بأنك أنت الآن بهذا الكلام هو اللي يرجعنا وراء، أنه ما احنا محتاجين خبراء ولا شيء، احنا نقدر نسوي واحنا حققنا. وش ترد عليه؟ لا 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 انا 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 لا انا اديتك الحقيقه، قلت لك اوكي نحتاج ونكون، بس انا وضحت لك حاجه معينه، بقول لك المشكله العله كلها وكلنا عارفينها، صاحب القرار مو قوي. نحن نبغى صاحب القرار القوي اللي كان الا استغنى عن يوسف الثنيان وفهد الهريفي احسن لاعبين في السعوديه في تصفيات اسيا للتاهل لكاس العالم، وكانوا جلسوا في المدرجات وطلعنا كاس العالم وبعد كده سمح لهم بالعفو وشاركوا. بالتالي انا بوضح يعني لك قبل احمد، قبل احمد عيد كان في نواف فيصل، قبل احمد عيد كان في نواف فيصل وكان صاحب قرار. المشكله ليست في صاحب القرار، الامير سلطان كلهم جزاهم الله خير، كلهم ادوا كل واحد ادى مرحله جزاء الله خير. كابتن عبد الله المشكله ليست في صاحب القرار، الامور اخذت لابعد من كده في الفريق. شوف لازم نكون واقعيين وصراحه مع بعض. شوف لازم نصارح بعض. طيب دقيقه عبد الله، خلينا لازم نصارح بعض. اللي حصل في مباراه الاتحاد والاهلي الاخيره هذه، كل مباراه في الدوري السعودي الان صار فيها مشكله، كل مباراه صار فيها مشكله، كل حكم صرنا نتكلم عليه، كل لقاء عندنا في اسيا ولا في الدول العربيه. ايش هذا كابتن عبد الله؟ طيب. ما حدث في مباراة الأهلي والاتحاد تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، هذا أولا. ثانيا أنه صاحب القرار لوحده لا يصنع شيء. لا أنا ببلدي يعني، أنا في السعودية، أنا في جدة، أنا في مكة، في الرياض. دقيقة عبد الله خليه يكمل، لأنه في أنت تسمعنا متأخر فيسوي لنا مشكلة هذا، فاستنى شوي خلص كلامك. صاحب القرار يحتاج إلى رجالات تحته، يحتاج إلى خبراء تحته، حتى يعني حتى يستطيع هو والفريق اللي معاه انهم يصلوا الى الـ الى الـ الى بر الامان. الان مشاكل الاتحاد السعودي يعني حدثت والله يا اخوي اكثر شيء بعد استقاله الامير نواف بن فيصل. والله يا اخوي موجودين بس ما في ثقه، يقول لك ما حد واثق فيه. ايش تبغى انا موجودين بس يا ريت العمليه تتوسع في قائد يقود الموجودين الرياضه ونحن معه. عبد الله الموجودين عملوا تحت مظله الامير نواف بن فيصل وعملوا الان لوحدهم بدون يعني تحت مظلة أحمد عيد. أنت ما أنت قلت لوحدهم الآن؟ لا هو أقول عملهم تحت مظلة الأمير نواف بن فيصل. في بداية الحلقة قلت إنه كل شيء مترتب وواضح إنك تقصد مين، ففي النهاية الحين جاي تقول اشتغلوا لحالهم. ما يصير نفس على فكرة الفنتين. أنا أحترم الدكتور أحمد عيد، هي ربما الفرق اللي أنا مطلوبة. يعني ما هو دقيقة عبد الله بس خلنا يعني هل كلامي أو حالك إن الأمير نواف بن فيصل فرض كلامك؟ ايوه هذا او حالك كذا؟ اي كلام. لا انا ما اقصد كذا، ربما مين اللي الانديه، ربما الانديه ما يعني اشياء ما تتغير عليهم، اشياء مصالحهم. ابغى اقول لك على حاجه. الان لما يقول لك الاتحاد السعودي لكره القدم تعالوا خلينا نصوت يا انديه زين، نخلي اللاعبين الاجانب لاعبين وليس اربعه. طيب هل هذا في صالح الكره السعوديه انه يصوتون؟ لا. اقول لك ليش، يجي للشباب الهلال النصر من مصلحتهم انه يكون الاهلي الاتحاد من مصلحتهم يكون اربع لاعبين. طيب. عندهم راعي ويملكون الماده. يجي التسع انديه البقيه اللي ما عندها راعي ما هي من مصلحتها ان يكون عدد الاجانب اربع مثلا في الدوري، لانه امكانياتهم لا تسمح لهم بالتعاقد مع اربع لاعبين. طيب شو توصل يعني؟ انا ابغى اوصل انه 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 ما هو كل شيء يتم اقراره من الانديه يكون في صالح الرياضه بشكل عام. بالانتخاب او بالتصويت.
يعني في في أنظمة طيب. يجب أن يكون هناك نظام معين للجمعية. طيب لأنك تحدثت عن الانتخاب، خلينا نشوف تقرير يتكلم عن الجمعية العمومية اللي حتعقد بكرة وش ننتظر منها، وتكلمنا عنها يوم الخميس عن بعض التعديلات التي ستقر غدا فيما لو صوت أعضاء الجمعية العمومية عليها. بين نظام حالي معتمد ومعترف به دوليا احتج عليه الكثير من الأعضاء الجدد، ونظام مقترح طالبت به الأغلبية بدل فيه الكثير وقير زيادة ونقصة، فحذفت منه فقرات تحدد شخصية الرئيس ونوابه، وأضيفت فقرات فتحت الباب أمام الكل لاعتلاء كرسي الرئاسة. يلتئم شمل الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم للمرة الثانية لتحدد معالم خطوات المستقبل في اجتماع عاصف لا تقبل فيه أنصاف الحلول أو الخيارات، باعتماد النظام بكل تعديلاته الجديدة أو العمل بالنظام الحالي المعترف به دوليا حتى نهاية الفترة القانونية. اجتماع سبقه الكثير من الأقوال والأراء غنى فيها كل على ليله، وينتظره الوسط الرياضي على أحر من الجمر ليضع النقاط على الحروف ويخرج الكرة السعودية من مزقها القانوني الذي سيجعلها عرضة لعقوبات دولية. فلا النظام الحالي معتمد من الفيفا ولا النظام المقترح، فعلى ما تعقد الجمعية العمومية وما هي الصفة القانونية؟ غدا إن شاء الله سوف نتابع الجمعية. في واحد أرسل لي قبل شوية على تويتر يقول أخي ملينا من الانتخابات والكلام عن الانتخابات، ولا يهمك نترك الانتخابات نروح لكرة القدم ونرجع. والله كريم إن شاء الله نشوف تقرير عن مباريات الغد. تستكمل غدا الجولة 11 من مباريات دوري زين السعودي للمحترفين بلقاءين باستثناء اللقاء المؤجل بين الأهلي والفتح. الاتحاد الجريح والقارق بدمائه يحل ضيفا على نجران، يدخل الفريقين وكل منهما يملك نفس الحصيلة من النقاط 15 نقطة. العميد يحاول الخروج من الأزمة التي يعيشها ونسيان ما حدث قبل أيام، والخروج من الأسوية قد يكون كابوس مزعج يطارد أذهان لاعبيه، لذلك يسعى اتحاد جدة الدخول في غمار منافسات الدوري والتركيز على النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في سلم الترتيب. المستضيف نجران يحاول جاهدا هو الآخر المحافظة على رصيده من النقاط واستقلال ذلك بالتقدم كونه صاحب الأرض وأكثر جاهزية من الفريق الآخر. اللقاء الآخر يجمع الوحدة والرائد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ببريدة. الوحدة يخضع في المركز الأخير وما زال لا يملك من النقاط إلا واحدة، فالأوضاع في البيت الوحدوي غير مستقرة، وكأنه استسلم للهبوط في وقت مبكر وجلس لا يحرك ساكنا بانتظار حالة طارئة لإنقاذ الفريق مما هو عليه. الطرف الآخر الرائد بهمة لاعبيه وبقيادة مديره الفني العائد من الإجازة التونسي عمار السويح يقفون يدا واحدة نحو التقدم وخطف نقاط القتل لتحسين الوضع والابتعاد عن مؤخرة سلم الترتيب. عبد الله روحي تتكلم عن الوحدة والرائد، الوحدة في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط، الرائد في المركز التاسع. أكيد عندك كلام كثير عن الوحدة، لكن سمعنا كثير، إيش رأيك في مباراة الغد بكرة؟ مباراة الغد بكرة مباراة الوحدة ونجران، الوحدة والرائد عفوا، إيش رأيي ولا أتوقع إيه وأتمنى إيه ولا إيش بالضبط؟ والله عارف عندك كلام كثير على الوحدة، بس يعني الوقت لك إن شاء الله. مباراة الوحدة والرائد، الرائد في فريق قدم نفسه بصورة ممتازة الموسم هذا برضو وكويس وله حضور،
على فكرة نادي الوحدة لعب مباريات كثيرة الموسم هذا، وطبعا نقطة واحدة، لكن لو كلنا كرياضيين ومتابعين تابعنا كان بيقدم عطاءات فنية جيدة جدا، يعني ما هي ممتازة ولا هي ضعيفة جدا، يعني كان له حضور انه بيخسر بواحد صفر، باثنين واحد، واحد صفر، اثنين واحد، واحد صفر، كانت في خسارتين ثقيلة، في خسارة ثقيلة حقيقة، هذه ازعجت الجماهير الوحداوية. لكن خلينا نتكلم، هل جودنا الموجود؟ هذول لعيبة نادي الوحدة، وهذا فريق نادي الوحدة، وهذا امكانياته. هتقول نادي، لا نادي الوحدة امكانياته احسن من نادي الرايد. الان المباراة في مكة، نادي الوحدة سوى إعداد كويس في الشارقة في خلال الإجازة، في خلال التوقف المفروض يكون فنيا، والمباراة الآن مهيئة نبكرة نبارك للأستاذ علي داود والجماهير الوحدة واللعيبة الوحدة بأول ثلاثة نقاط. أنا كوحداوي بتكلم الآن، ما بتكلم كمحلل، لكن الواقع يقول غير كده، لأن الرائد جاهز وجيك لعيبة الأجانب كويسين، الفريق إعداده كويس برضو، وأخذ استغل فترة التوقف نفس الحكاية. أضف إلى ذلك أنه في نقطة خطيرة، الإحباط اللي جاء لفريق الوحدة في مباراة الفيصلي. أتمنى من الإدارة الحالية أنه تخرج اللاعبين من مباراة الفيصلي، ينسوا أنه مباراة الفيصلي اللي لعبوها أنه فريق كان متقدم 2-0 وكان مغلوب 2-0، وبعدين تقدم 3-2، بعدين تعادل 3-3، بعدين في آخر مع صافرة المباراة نادي الفيصلي يسجل الهدف الرابع. بالتالي هذا الهدف اللي سجل في نادي الوحدة عمل إحباط للكل يعني بشكل عام. لكن اللي أنا سامعه الآن في لاعب أجنبي أردني، في لاعب أرجنتيني أعتقد من أمريكا الجنوبية، يعني في تحرك من أعضاء شرف، من رئيس النادي، من الإدارة الحالية، ونحن من خلال منبرك أنا برضو بقول نحن قلوبنا معاكم، نحن معاكم، نحن ضدكم. للأسف انحسبنا على الجماهير وعلى المجتمع الرياضي أنه نحن أخصام ولا خصوم، وفي ناس في بعض المحطات الفضائية بتقول انه نحن بنحارب ادارة الاستاذ علي داود. انا اتصلت بالاستاذ علي داود شخصيا وقدمت خدماتي وعرضت خدماتي، والبكرة بأتكلم بقول نادي الوحدة نادية ونحن هذا نادينا انا ولا غيري، مو معقول. لكن اللي حاصل ان يقول لك لا تتكلم، تكلم. طب النتائج، الواقع بيقول نادي الوحدة عنده نقطة واحدة، انت لو خسرت الرايد، التعاون امس كسب المباراة، التعاون كسب هجر، انت لو خسرت الرايد هتخش في دوامة خطيرة جدا جدا جدا. المشكلة انه عندك اصابات، عندك عبد الخالق برنامج احسن لاعب مصاب، عندك مهند برضو مصاب، اللاعبين الاجانب الفترة الثانية تستنى حتى يجوا يلعبوا معاك، في ظل انه يكون هدر من النقاط خاصة في المباريات الا المفروض تكسبها، الرايد، التعاون، الفيصلي، الا المفروض تكسبها، الدور الثاني ما في احد يرحمك. بروح للمباراة الثانية. أسأل الله التوفيق لنادي الوحدة وإننا نشوف مباراة جميلة إن شاء الله. طيب وضحت الصورة، أروح للنجران والاتحاد. أبو نايف كثير جماهير الاتحاد بس خايفة. تتكلم على الوحدة. والله صعبة على الاتحاد بشكل سريع. طيب دقيقة عبد الله بس خلينا نأخذ رأيك. خايفة خايفة صعبة صعبة على الاتحاد، أنا أتكلم فنياً يعني. طيب خليني بأخذ فنياً صعبة على الاتحاد، لأنه النجران بيهيئ نفسه من 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 هزيمة الاتحاد من الأهلي، ونجران أكيد بيسعد جماهيره وبيستغل الظروف اللي بيمر بها نادي الاتحاد، وحتكون طيب صعبة. طيب مع الحضور القوي اللي حضروا نادي نجران خلال الموسم هذا. طيب واضح، خلينا ناخذ راي ابو نايف على المباراتين. تبغى تقول شيء عن الوحدة؟ اي طبعا انا اتفق تماما مع راي الكابتن خقير، ولكن هنا الوحدة والقادسية الفريقين حقيقة يعني هم مؤهلين انهم يكونون ركن ثابت في دوري زين، ولكن سياسة بيع اللاعبين يعني كانت نتيجة طبيعية أن يحدث فيهم، يعني نتمنى أن يقيض الله في المنطقة الشرقية وفي منطقة مكة المكرمة لهذين الناديين، يعني أعضاء شرف يحبون هذين الناديين ويعني يدفعون لهم المبالغ كبيرة. يعني من المؤسف أن نرى القادسية وأن نرى الوحدة في طيب هم منبع للنجوم، منبع للنجوم. نجران والاتحاد يخافون كثير، نجران قوي الاتحاد جدا الموسم هذا، ومو يعني يقدم مستويات رائعة، وآخر مباراة كانت مع نادي النصر قدم مستوى أكثر من رائع، ولم يستطع نادي النصر التغلب على نجران. في المقابل نادي الاتحاد خارج من بطولة آسيوية وخارج من مشاكل إدارية وسفر الرئيس إلى أمريكا والأشياء كثيرة حادثة في 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 نادي الاتحاد. ربما تؤثر هذه على المباراة برأيك. ربما تؤثر على المباراة، مباراة صعبة جدا، جميع الاحتمالات فيها مفتوحة. طيب
طيب. وجميع الأرقام بالنتائج أيضا متوقعة. طيب. بكرة حنتابع إن شاء الله مباراتين، مباراة الأهلي طبعا تأجلت، نرجع لمباريات بكرة وبعدين نتكلم على الإيميل الخاص اللي مرسل من الاتحاد الآسيوي بخصوص إيقاف مراسل رياضية، وخلينا نشوف من اللي أوقف المراسل. بالأمس فاز النصر على الشعراء، جماهير النصر تحدثت بعد المباراة. والله المستوى الشوط الأول سيء، لكن الشوط الثاني أحسن، يعني غير خالد الزيلي حرك الوسط شوية، لكن أقول يعطيهم العافية على المستوى في الشوط الثاني، بس الشوط الأول لا مو سيء. وبارك للجمهور وأقول هذه عيدية بعد العيد. والله اليوم في الشوط الثاني راضي عن الشوط الثاني، بس أنا أقول لك النصر في الشوط الثاني بس أحسن من الشوط الأول. نهني جمهور النصر هذا فوز، بس الشوط الأول يعني كان بارد شوي من النصر، وحسن الفريق الشوط الثاني. يعني بداية المباراة ما كان النصر فيه روح الفوز، والله الاندفاع أول شيء، وبعد الهدف الثاني جت طمأنينة من الفريق، وصلنا من بداية المباراة في ربكة في الدفاع. طبعاً بعد هدف النصر وهدف الشعلة ما كان في ذاك الوقت يعني اللي نقول والله كان في تراجع كبير، كان في تراجع بسيط، يمكن الدفاع كان يعني تشوف الهدف كان يحاول يغطي أو متعود على الكفرينج اللي هي مصيدة التسلل، بس إنه ممكن أخطأ فيها فتقدم هذا وسجل، هو خطأ لأن النصر كان مسيطر أصلاً على المباراة. ما قصروا صراحة، لو الشعلة فاتحين الملعب من بداية المباراة كان أكثر. والله صراحة اليوم كويسين ممتازين، والله يعطيهم العافية، وإلى الأمام إلى الأمام إن شاء الله. والتغييرات اليوم موفقة صراحة في محلها، ونتمنى للأفضل. والله أول شيء الحمد لله والشكر على الفوز، وبارك الجمهور إدارة. الحمد لله المستوى في تصاعد، لو مبين انه استقرار فني، وهذا ان شاء الله يكون في المستوى القريب ان شاء الله، في الوقت القريب ان شاء الله يكون مستوى افضل باذن الله. والله مستوى النصر يعني ما قدمنا شيء على المباراه صراحه، ما قدمنا شيء في المباراه هذه والمباراه اللي قبلها، ما قدمنا شيء صراحه. النصر يبيل كثير وكثير كثير عشان نرجع للبطولات. والله ممكن تغير الضغط بضغط المدرب على اللاعبين، خلى اللاعبين يسجلون يعني. انا اشوف اللاعبين يعني كل لاعب يعني يلعب الحالة، وكل اللي طالب نفسه السلا، وكل يعني ما الفريق صراحة ما في روح على الكلمة ذي صراحة، ما على التفك كذا الفريق ما راح نحقق أي بطولة أي شيء، صدقني والله العظيم ما راح نحقق أي بطولة، بس يمكن ناخذ مقابلات مع الجمهور ولا احنا مستفيدين أي شيء من احنا. أنا أتمنى صوتي يصل لأكبر عضو بنادي النصر، يعني صراحة نبي شوف الأهلي ما شاء الله قدم مستوى جيد ولعب الدوري في سنة واحدة يا شيخ، نافس على الدوري ونافس على كأس آسيا. الله أقول الله يا شيخ يوفقهم إن شاء الله كأس آسيا. أول شيء الله يبارك فيك، وثاني شيء مستوى النصر والله ما بالمستوى المأمول من نادي النصر، من الفريق كلعيبة وكإدارة وكحضور جماهيري زي ما شفته الليلة، الحضور الجماهيري كان غايب فعلا. بالنسبة للمباراة ما حسيت ان فيه مستوى فني، ما حسيت ان فيه تطور في المستوى، مع انهم خذوا فترة اكثر من اسبوع ما حسيت، والنصر كالعادة يعني نتمنى انه يصعد المستوى اعلى من كذا، بس للأسف بالعكس فترة التوقف المفروض ان النادي يحرص على انه يبذل مجهود احسن من ناحية التدريبات ومن ناحية انسجام اللعيبة بين بعضها. المفروض انهم اذا كان فيه فترة توقف المفروض انه اول واحد يستفيد منها هو النادي. طيب وش يعني ما لاحظت في تطور عن المباراة الماضية أمام نجران؟ للأسف لا. ونايف النصر الآن في المركز الرابع، 10 مباريات 5 انتصارات تعادلين 3 خسائر، عنده 17 نقطة. ما تشوف انه وضعه جيد؟ وضعه جيد، انا اختلف مع بعض الجماهير، انا احس انه الفوز حقيقة يعني وين كان مستوى الشوط الاول لم يكن جيد، ولكن في المستوى في الشوط الثاني استطاع ان يعود للمباراة بشكل جيد ويكسب 3 نقاط. النصر بحاجة ان يفوز 3-4 مباريات متتالية حتى تعود الثقة بينه وبين جماهيره، وتعود الثقة يعني حتى عند اللاعب، هي ثقافة الفوز. الآن مشكلة النصر لما يدخل المباراة يريد أن يفوز، يريد أن يثبت لجماهيره أنه جيد، وهذه تضع الضغط على اللاعبين حقيقة. إن شاء الله مع فترة انتقالات الشتوية ربما إدارة النصر تستطيع أن تعوض مانسو بلاعب صانع لعب جيد. النصر يعني لا نعول عليه أن يأخذ الدوري مثلا السنة هذه،
لكن بالعمل الجاد ويعني وقفة رجالة النصر المستبعدة طبعا، ولكن بس كمركز كل شيء وارد مسألة الدوري، يعني مركز ما بينه وبين المتصدر. لا لا، المركز الآن يعني كل الفرق، معظم الفرق السبع ثمان فرق الآن مؤهل أن تأخذ الدوري نظريا، لكن على أرض الواقع ما أعتقد أن النصر يستطيع أن يأخذ الدوري السنة هذه، ربما يخطف أحد كؤوس سواء ولي العهد أو كأس الملك حفظهم الله، لكن الدوري صعب عليه أنا أشوف. طيب. لكن يحتاج حقيقة، يعني الفوز كان مهم جدا لنادي النصر على الشعلة يعني، وأيضا فوز ثلاث أربع مباريات متتالية يعني ستجعله في وضع جيد خاصة مع جماهيره. طيب عبد الله، أسألك عن النصر وأنت يعني رياضي ولاعب، هل ما يحتاج النصر فعلا مثل ما قال أبو نايف، وهذا الكلام سمعته من نصراويين كثير، فقط يحتاج إلى الانتصار، إلى الثقة، يعني مبارتين ثلاثة بس ينتصر ويخفون الجماهير شوي على الفريق وتعود الثقة بين الفريق وبين الجماهير، وإلى الأمور الفنية لاعبين ومدرب الوضع يبدو جيدا، هل تتفق مع هذا الرأي؟ الأمور الفنية، اللاعبين جيدين، جماهير النصر لها حضورها، هذا كل الكلام متفقين عليه، ونادي النصر جميل وحلو وطعم في الدوري، في دوري زين وحضوره في المباريات وكذا، لكن في مشكلة صعبة جدا في نادي النصر، المشكلة واضحة زي عين الشمس، لازم تهدى الأعصاب، يعني الحروب الإعلامية والضغوط النفسية على اللاعبين، على الإداريين، على رؤساء الأندية، على رئيس النادي، على أعضاء الشرف، حقيقة دي مشكلة ما نعرف نادي النصر لها سنين يعني، هذه لو انحلت نادي النصر يمكن حقق 3-4 بطولات في المواسم السابقة، لأنه فريق نادي بيملك كل شيء، بيملك المال، بيملك الجمهور، اللاعبين ما دامت معاك المال بتجيب لاعبين، بتجيب مدربين، بيملك الفكر، بيملك كل حاجة، لكن الثقة اللي بتقول عليها يعني طب هو فاز المباراة هذه، يجي ينقلب المباراة الثانية بكرة رفعوا ليافتات وقال لك نادي النصر والرئيس غير المدرب، يعني المشكلة كبيرة جدا في نادي النصر، إما تهدى أنت شوف لاحظ أبغاك تعالج الأمر من الأصل، الأصل إيش هو؟ الضغط اللي هم عايشينه لاعبين نادي النصر، إدارة نادي النصر، رئيس نادي النصر، جماهير نادي النصر نفسها عايشة تحت الضغط. طيب لا لا لازم نكسب، لا لا لازم، طب أنت مهيئ بس نهدأ شوية، ما هم راضين يهدوا لهم كم سنة وهم حلوين، يعني نادي النصر حلو بشكل، أنا أول ما تكلمت قلت لك نادي النصر له حضور وممكن ونتائج جيدة زي ما تفضلت أنت الآن في المركز الرابع وممكن يكون وينافس وعنده لاعبين، لكن إذا أتخيل بعد أسبوع كسب مباراة وجاء وخسر مباراة ولا تعادل في مباراة ولا انظلم من التحكيم ولا طلعت المشكلة ورجعنا لنفس، فهمتني؟ هذا اللي حاصل. طيب. في خلال المواسم السابقة نادي النصر والآن حاصل حاليا، وأتمنى لهم التوفيق. سأذهب إلى فاصل، بعده نعود لبقية. أنا لحظة 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 لحظة، ممكن من خلال المداخلة هذه اللي تكلمت فيها بخصوص نادي النصر عقب على حاجة، ويريت برنامج الملعب يتبناها. أنا ياريت برنامج الملعب نفسه يتبناها وفي تويت، يعني أي حاجة كذا بخصوص الثقافة الاحترافية اللي هي يعني ياريت حتى جمهور النصر يعني ثقافة الاحتراف، ثقافة المباريات، ثقافة الفوز، ثقافة الانتصار، إنه النادي يمشي. أنا ما بحسد النادي الأهلي ولا نحسد النادي الأهلي، أتمنى له التوفيق وأتمنى له وأتمنى له، حتى جماهير النادي الأهلي صبروا صبروا صبروا، الآن النادي الأهلي بيجلي بطولة وراء بطولة، حضور وراء حضور بترتيب وبترتيب. طيب. اللي أقصد من الموضوع هذا ياريت إنه اللي هي في مادة ياريت في الأندية السعودية الآن اسمها نقول مثلا ثقافة رياضية، ثقافة احترافية حتى تدرس للاعبين، مو في حصة للياقة وحصة للتكتيك وحصة للسباحة والترفيه وحصة يعني برنامج يكون حصة الثقافة الرياضية عشان اللاعبين عندنا المحترفين ما معرفين ايش يعني بطولة، مو عارف نفسه انه كيف يتكلم مع اعلام، مو عارف يعني هذه المادة الرياضية ياريت احد النقاد الرياضيين الكبار الدكاترة الرياضيين يتبنوا انه مسوي مادة زي كده وتكون موثقة من الاتحاد السعودي وللأندية السعودية توزع، لانه اللاعبين اللي موجودين الان بقول لك ايه بصراحة، لاعب بتجيبه ملايين وبيخسرك مباراة، بياخد كرت احمر وكرتين، ما بيعرفوا يتعاملوا، ما بياخدوها في النادي كحصص قبل المباراة باسبوع بخمس ايام، يجي دكتور
وضحت الصوره عبد الله. انت الفكره اللي بتكلم فيها وضحت هي الثقافه في النهايه اللي يتكلم حتى عن ثقافه لا التشجيع. بس عبد الله يعني يلوم جمهور النصر انا حتى يعني الجماهير وحتى بما انك تكلمت عن نادي النصر لا هذه الماده لازم نعرفها يا ناس. دقيقه عبد الله بس خلينا عبد الله يعني غضب جماهير النصر مبرر الان اللي بس يقول لك يشجع نادي النصر يفوز مباراه مباراتين بعدين يخسر ويرجعون مره ثانيه نفس الكلام. اللي يشجع نادي النصر اللي عمره 20 سنه 25 سنه ما عمره حضر بطوله النصر ما عمره بطوله النصر يعني هذا الغضب مبرر لجماهير النصر. يجب على إدارة النصر أن تحترم جماهيرها. إيه بس توفيق أنا خلنا أقول لك شغلة ثانية مقارنته بالنادي الأهلي مقارنة غير صحيحة. النادي الأهلي يقف وراءه خالد الأمير خالد بن عبد الله يهتم بالفئة السنية بالأكاديمية الآن الأهلي بطل في الناشئين والشباب والأولمبي والأول يعني هذه مقارنة ظالمة مع بس مع كان الفريق الأول ما يحقق بطولات وكان جماهيره تقف معه ما كان يحقق ونادي النصر خلال 13 سنة الماضية نادي النصر يقف مع الجماهير نادي النصر تقف وراء لكن طبعا أنا لا أريد من كلامي إني استنقص عمل الإدارة حقيقة الإدارة بذلت المال ولا أحد يزايد على حب الأمير فيصل بن تركي لنادي النصر يعني ربما هو أكثر أحد يعني ما في رئيس نادي يجي سواء رئيس النصر الهلال الاتحاد ويدفع من جيبه ملايين الأكيد إنه يحب النادي إلا أكيد إنه يحب النادي وعاشق لهذا النادي إيه؟ ما في فلوس ولا شيء هو جاي يدفع في النهاية إيه؟ لكن هناك أخطاء طيب. هناك أخطاء أتت لنادي النصر علاوة على الصراعات الاشترافية في نادي النصر يعني الآن بيحارب نادي النصر ليس الأندية الأخرى اللي تحارب نادي النصر كثير من الأندية ما تدري عن نادي النصر بيحارب نادي النصر الآن أبناء نادي النصر اللي حاربوا مثلا خلينا نقول حرس القديم الأعضاء الشرف لا يريدين للرئيس هذا النجاح لا يريدون للرئيس يعني إيش معنى إنك إني أنا أمسك النادي مثلا خمس سنوات سنوات ولا أحقق بطولة ويجي رئيس نادي يحقق بطولة معناها إن يعني هم يحسبونها بالمنظر هذا عرفت علي طيب. وضحت الصورة سأذهب الآن إلى فاصل ثم أعود بعده لمتابعة الحديث اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الاخير من الملعب ضيوفنا توفيق الخليفه وعبد الله خوقير. في فريقين سعوديين يشاركون في البطوله الاسيه للانديه لكره اليد ال15 بالتاكيد هما مضر والنور وهي من الانديه بالتاكيد التي تقدم حضورا جيدا في هذه اللعبه. اليوم لعب نور مباراته وفاز فيها كذلك مضر لعب ايضا وفاز في مباراته. مراسلنا في الدوحه حضر مباراه النور ووفانا بهذا التقرير بعد فوز فريق النور. استهل نادي النور السعودي لقاءه الاول بالفوز على شقيقه الجزيره الاماراتي في البطوله الاسيويه لكره اليد للانديه ابطال الدوري. ومع عدم خوض النور السعودي تجارب ودية سبقت اللقاء وجهل كلا الفريقين بإمكانيات الخصم ومكامن الخطورة تقدم الفريق السعودي بفارق هدف وحيد في الشوط الأول. ما لعبنا مباريات ودية فكانت هذه المباراة مباراة يعني بالنسبة لنا نحن متخوفين منها كون الفريق ما لعب مباريات ودية والحمد لله يعني اجتزنا المباراة هذه وفزنا وهذا هو الأهم ونحن الآن إن شاء الله نفكر في المباراة الثانية إن شاء الله. كانت عندنا أخطاء بالبداية كثيرة أثرت علينا صرنا إحنا نلحق في النتيجة بس الحمد لله مع نهاية الشوط بدأ الأداء يتحسن وقدرنا ناخذ النتيجة بفرق هدف. الشوط الثاني بدأ الفريق ياخذ أجواء البطولة وقدمنا مستوى طيب الحمد لله ظفرنا من نقاط المباراة وهذا الأهم. النور السعودي صاحب المشاركة الثالثة في تاريخ هذه البطولة وحامل لقب إحدى النسخ السابقة استطاع أن يسيطر على مجريات الشوط الثاني بفارق 6 أهداف في ظل تعزيز دفاعه وتألق حراسه وتدعيم صفوفه بكلا المحترفين
الصربي ميلان وكابتن المنتخب الجزائري لبان طاهر. كانت عندنا صعوبة في بداية المباراة خاصة في الدفاع، وضيعنا كثير ستة فاست بريك في الشوط الأول، هذا اللي خلى الفارق يكون بواحد في الشوط الأول، لكن استدركنا الأمور في الشوط الثاني وعندما دافعنا أحسن. احنا كجمهور ومتابعين للفريق نعرف أن أداء اليوم عنده أفضل من كده بكثير يعني، بس الفريق جاء اليوم عشان حقق نتيجة، وكأول مباراة احنا راضين كل الرضا عن هذا فريقنا. وبعد أن اجتاز اختباره الأول، يسعى النور صاحب السجل الحافل في البطولات المحلية والخليجية والعربية إلى التأهل إلى الدور الثاني عن مجموعته الثانية، متطلعا للفوز على الريان القطري الاثنين القادم. قصي الناصر للسعودية الرياضية من صالة نادي الغرافة القطري. ألف مبروك للنور، وأيضا ألف مبروك لمضر، هو الآخر فاز اليوم على الأهلي البحرين لكن متأخر طبعا وما وصل للتقرير حتى الآن. هذا كان مباراة النور كانت من بدري الساعة 1 الظهر. نقول له ألف مبروك للفريقين، كلهم يتصدرون المجموعات حتى الآن، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، ومن واجبهم ومن واجبنا عليهم أن يعني نتابع ونقف معهم في هذه المشاركة، وهم سبق وكانوا يعني مصدر فخر واعتزاز للسعودية في البطولة الآسيوية التي حققها مضر. الآن سنتحدث عن موضوع إيقاف مراسل الرياضية زميل رياض المزهر. طبعا في النهاية هي ليست محاباة ولا أو مدافعة ومحاماة لزميل، هذا الموضوع مختلف، ولكننا مثلها مثل أي قضية نبحث دائما عن التفاصيل التي توضح الحقيقة. وللأسف أن في أشخاص أحيانا يدعون أنهم يقومون بعملهم وهم في باطن الأمر يقومون بتصفية حسابات أو خلافات، يعني شغل المدارس من أول، إنه شوف يا أستاذ فلان مش سوى فيني وهذا طقني، واللي أبوه المدير يعني يروح يشتك، يعني شغل للأسف أحيانا مسألة حسابات شخصية. اليوم وصلنا الإيميل، هم يقولون طبعا إنه رياض المزهر زميلنا تم إيقافه من الاتحاد الآسيوي، هذا كلامه، وطلعوا طبعا وشخصوا وقالوا كلام كثير. احنا اليوم حنعرض إيميل استطعنا أن نصل إليه، وهو إيميل مرسل من الاتحاد الآسيوي للاتحاد السعودي، ومرسل طبعا يرد فيه على خطاب، يعني الجماعة ما شاء الله حريصين ربعنا، راحوا هم أرسلوا خطاب قالوا عندنا رياض المزهر مخالف للتعليمات وسوى 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 وإحنا نبغاكم توقفونا. هذا خطاب رد من الاتحاد الآسيوي في 16 أغسطس 2012، يقول لهم إحنا ما لنا علاقة، طبعا هذا معروض قدامكم طويل، لكن المختصر فيه بأنه يقول إحنا ما لنا علاقة في إيقافه، تبغون توقفونا وقفوه. وبالتالي مسألة الإيقاف جاءت من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتحديد من لجنة الإعلام والإحصاء، ولو أن رياض المزهر فعل ما يستحق الإيقاف لتم إيقافه من الاتحاد الآسيوي، لكن حتى هم يعني يقولون أنه ما لنا شغل في النهاية، بناء على خطابكم اللي أرسلتوه في تاريخ كذا، احنا نقول لكم أنه بالمناسبة هو 23 مارس 2012، يعني حريصين مرة راح ينسوا الخطاب يقولون ترى سوى. ثم تابعنا طبعا في المباراة الأخيرة اللي كانت بين الأهلي والاتحاد في دوري أبطال آسيا، كانت يعني عدد من الزملاء طبعا احترامنا وتقديرنا وجنال لهم، وهم أهل محل يعني في النهاية لو جو بيوتنا فتحنا لهم، لكنهم نتكلم عن النظام اللي يدعونه. كان الدكتور عادل المرضي، وعندنا صورة ولكن للأسف ما وصلتني قبل شوي نمدين عرضها، بجوار أحد الزملاء الإعلاميين في نفس المكان اللي أوقف فيه زميل رياض المزهر، وكان يعقوب السعد يسوي لقاء مع أحد اللاعبين. طبعاً احتراماً وتقديراً لهم كل التقدير احترام، وهم في محلنا ويستحقون منا كل شيء، لكن احنا نتكلم عن نظام بغض النظر. ومع ذلك ما قال شيء الدكتور عادل، ولا تكلم ولا رفع خطاب ولا راح قال الاتحاد الآسيوي ترى عندنا أحد يخالف. فقط لكي نؤكد هذا الإيميل المرسل من الاتحاد الآسيوي أنه لا الاتحاد الآسيوي وقفه ولا أوصى بإيقافه، كان يقول أنتم اتخذوا الإجراء المناسب. هذا اللي جاء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وصورة من الخطاب عنده. وثم بعد ذلك اللي أثار الموضوع لما شفنا اللي صار في مباراة الأهلي والاتحاد، وما أدري يعني وين كانت عضلاتهم اللي فردوها
على زميلنا الرياض المزهر وارسلوا الاتحاد الاسي ولازم توقفونه وترى قال كذا وكذا وسبحان الله يذكرون كل التفاصيل. يعني يمكن لو سألت عن مقاس الفنينة ذكر مقاس فنينة رياض المزهر لأنه عارف وش صار. يعني شفت لقاء لأحدهم يقول أنه قال كذا وكذا وذاكر الموضوع هذا مع أنه له يعني وقت طويل. عموما موضوع حقيقة مستفز أحيانا أنه يعني أكثر شيء مزعج أني تدخل الحسابات الشخصية في مثل هذه الأمور. في النهاية أحبك ما تحبني هنا في عمل صحيح ربما يكون زميلنا رياض يعني تجاوز النظام ربما ما إحنا ما ندري ذاك الوقت لكن في النهاية النظام ترى زي المغاط يعني ممكن نوسع شوي ممكن نضيقها يعني لا نحبكها شوي. تفضل أبو نايف إذا عندك تعليق أتكلم معك بصفتك الإعلامية وبدون مجاملة إذا سمحت. لا مجاملة لا أنا لا أستطيع أن أحكم يعني لين أسمع من الطرفين حقيقة يعني ولكن سأتكلم بشكل عام أنه شخصنة الأمور يعني هذا من أسوأ ما يمكن أن تتعامل معاه في, 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 في أي وسط. لذلك أتمنى أن يكون مرجع رياض الزميل رياض المزهري وزارة الإعلام سواء وزير أو صاحب سمو الأمير التركي بالسلطان بمخاطبة مرجع أيضا الذين منعوه. من الذين منعوه؟ هل هو رئيس الاتحاد السعودي؟ لا أحد لجان الاتحاد السعودي بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث هذه الأمور لأنه الذي يشخصن الأمور أنا أراه شخص غير جدير بالمنصب اللي هو فيه ويجب أن يبعد. يعني أما سياسة أنه سامحني أسامحك طبعا أنا لا يعني ما يعني كلامي أنهم مخطئين لأن أنا قلت لك يعني لازم أسمع تسمع. طيب إيه؟ خلني أفترض لكن بشكل عام خلني أفترض بأنه كان في خطأ من من زميل الرياض المزهر أنه كان في سوى لقاء في مكان غير اللقاء غير المكان المصرح أساسا طيب. ما يحق لهم أنهم يبلغونه أن الاتحاد السعودي الاتحاد الآسي موقفه وهو ما وقفه. أنا أتكلم عن شكل عام الآن أنت جيت هل الموضوع يستاهل كل هذا التصعيد برأيك بكل لا تجامل أبو نايف ترى في النهاية إحنا يعني الصدر وسيع لكن برأيك هل يستحق كل هذا التصعيد أنه إذا كان فيه خالف سوى لقاء في مكان مش مكانه أو في مكان ثاني يحصل مثل بعض الإعلاميين يحرص على مادة يحرص على لاعب يتجاوز شوي ربما هل يستحق كل هذا التصعيد أنك ترفع خطاب للاتحاد الآسي تقول عندنا مراسل مخالف وعقبه؟ لا للأمانة يعني أول شيء مخجل أنك ترفع الاتحاد الآسيوي يعني بزميل لك وتستطيع أن تنهي الأمر بينك وبينه بحسب الأنظمة الموجودة عندك. أنا أعتقد أنه صعد الموضوع كما يعني الموضوع كما قلته أنت كما قلت أنا هو وأنا أتحمل مسؤولية الكلام هو شخصنا للموضوع لا يستحق الزميل ما حدث الذي قام بهذا العمل لا يعني لا يستحق أن يستمر في الاتحاد والإحصاء في لجنة الاتحاد والإحصاء في اتحاد كرة القدم. طيب عبدالله أنا ما راح أقحمك في هالمواضيع لأنها مواضيع إعلامية فما راح أسألك عنها وما أدري شباب عندنا لا إلا إذا تبغى تعلق أنت أنا أعرف الأخ رياض المزهر يعني. طيب لا إحنا ما له علاقة بالأمور الشخصية بس إحنا نتكلم برضو عن الموضوع ده بشكل سريع إذا سمحت لي. تصفية حسابات هي تصفية حسابات بس البلا مننا وفينا. نحن يا دوب فرحنا عندنا بدر رافع عندنا المزهر عندنا 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 بنفرح لما بيكون عندنا مراسلين رياضيين وعلى خلق وعلى موقف ولا حصل ولا غلط زي ما تفضلت انت وضحت لهم حتى لو خطأ لو البلا مننا وفينا نوصل الموضوع يعني اللي نبغى نوصله ولا ما نبغى نوصله ايش الموضوع هذا. هي تصفية حسابات هي انا بتكلم بشكل عام سواء رياض لانه انا فرحان بالمراسلين حقنا الرياضيه اللي موجودين عندنا في القنوات وهنا وفي قطر الان وفي الدوحه وفي الامارات يعني شيء وهذا عمل ويشكروا عليه وجهده اوكي هذا عمل لهم لكن في الاول وفي الاخر بيمثلونا نحن. طيب. اقوم انا اشتكيهم اقوم انا اكسر يعني بدل ما اخلي طموحهم كده صعب جدا حقيقه. طيب. انا زعلت على الموضوع ده. طيب عموما وصلنا لنهايه الحلقه أشكر ضيفي الكريمين توفيق الخليفة رئيس تحرير صحيفة الجماهير شكرا لك. أشكرك شكرا جزيلا وإذا تسمح لي بس بكلمة بالأخير أقدم حر التعازي للمتوفين في حادث انفجار شرق مدينة الرياض وندعو الله أن يشفي المصابين إن شاء الله وأن لا يري أحد المكروه إن شاء الله. آمين. شكرا لك الكابتن عبد الله خقير لاعب والإدارية السابق شكرا على تواجدك معنا. شكرا استاذ علي شكرا لضيفك الكريم شكرا للمشاهدين.
شكرا لكم، شكرا لفريق الاعداد، مدير التحرير عبد العزيز النادي، صالح المرشد، عبد الله الجمهور، بندر شويعر، وعبد الرحمن الناصر. شكرا لكم ايضا انتم مشاهدينا الكرام على الرقم الذي وصلنا له بثقتكم، واعود واقول مره اخرى ان ثقه الناس خير من محبتهم لك. 10 ملايين مشاهد على اليوتيوب، نشكركم على هذا الرقم، نعتز به كثيرا ونفتخر. تحيات مخرجنا اليوم علي المالكي، نلقاكم في حلقه جديده غدا، الى اللقاء.